السلام عليكم خوتي اخواتي، تحياتي لكم اينما كنتم. اليوم غنديروا واحد الروتين اليومي بالمعقول، ماشي بالتفاهات. غنخرجكم من هاد البلاصه هادي ان شاء الله، وغنتساراو فيها مزيان، وغنراعيو هاد الغنم ان شاء الله يا ربي. وخليكم معايا، ما تنساوش الا كنت اول مره غتزور القناه ما تنساش اشترك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. وهذا هو الروتين اليومي اللي خصنا نسجعوه، ماشي ديك التفاهات. هذا هو الروتين اليومي بالمعقول، هو هذا. كنتمنى الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا. شكرا لكم، تبعوا معايا. خرجوا ان شاء الله يا ربي، نترزق الله. حتى هي مسكينة ترزق الله، واخا ما كاين بضرعة مسكينة، عطلق رجلها الكثرة كذا كل داخل. انا اعطيها على الداخل في المجامر. مع الجو الصباح تبارك الله، الجو رائع. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويكون مريح بالنسبه لكم. اجي يا عمي حولي، مازال عاد دززنا هذا الغلم، يعني عاد حيدنا على الصوفه. كتب لكم ضعيفه شويه ولكن ما عندهاش الصوفه. هذه المعز، هذه الماركه، هذه المعز ديال اسبانيا، هذه هي الماركة ديال اسبانيا ما شاء الله. غندوزو من ليهن ونخرجوه من هاد الاتجاه هذا ليهن. ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك الخير تبارك الله. نجيو نحلو لهم الباب باش يخرجوا ان شاء الله.
نشدوا البيوبات ديالنا. مازال المرعى الخوت ما كايناش، يعني ما كايناش المرعى هنايا، كتمشي لواحد البلاصه ليه كتخرج لواحد البليصه، المهم عام مسكينه كتطلق رجلها وصافي. اما الكثره كنعلفوها لداخل هذا الغلام وصافي. هادي دابا بحال نقولوا عام مره كنخرجها على حساب، يعني كتخرج تطلق رجلها والغلام عاوتاني كذا، كل المعز كذا كل شويه السدره على حساب هنا كاين السدره موجوده. ايوا كتلقى ديك النبق مسكينه هذا اللي كاين. ايوا هذا هو الروتين اليومي بالمعقول، ماشي بحال ديك الروتينات الله يمسخهم في هذا النهار. هذا تيلا قلت الروتين اليومي، الروتين اليومي بالمعقول. عندك فيه الاجار، يعني كدي منهم الاجار كتخرجهم كيطلقوا رجلهم كياكلوا كيرجعوا. ها حال جديد هو تبارك الله، هذا الماركات اسبانيا اللهم بارك. هذه هي يماها غزاله هذه الماركه تبارك الله. هذه ما شاء الله هي فين هي المعز هذا الحليب قريب هذا ولد ان شاء الله يا ربي. هانتوما نتوما كتشوفوا الذره ديالها ما شاء الله تبارك الله. عمي الفكرون صباح ماشي كيقلب على رزقه حتى هو بكري. هذا ولد بلادان هالجدي، هذا راه بلادان فين هو تنقرب عليه ونوريكم بلادان. اتش 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 المهم الصراحة الأجواء غزالة هنايا في هاد المناطق. هذا راه حنا كنتواجدو أخوتي دابا في المنطقة د الريف، المنطقة الشرقية، أقليم الناظور.
هذا النبق، هذه هي السدرة. اللي ما كيعرفش السدرة مزيانة بزاف، والله مزيانة مزيانة بزاف. يدخل الإنسان يبحث على السدرة وغيلقاها مزيانة بزاف. هذا هو النبق، مازال ما طاب، يعني عاد بدا يطيب. دابا راه بدا يطيب. ايوا السدرة راه مزيانة بزاف الصراحة، يعني مزيانة لواحد الدرجة يعني ما تصورش. الغنم دابا مسكينة كتبقى عامشة، كتوصل لواحد البلاصة راه فينا عاد كتبقى ضرعة. اما هنا على البركة وصافي. ها هي يعني كتخرج هاد الغنم، حسن ما تبقى لداخل. واخا تعطيها الماكلة لداخل، يعني ملي كتخرج وكتعطيها الماكلة لداخل كتاكل مزيان. يعني ملي كتخرج وكذا كتشرب مزيان وكذا، عطيها الماكلة كذا كل مزيان، عطيها العلف كذا علف مزيان. اما ملي كتبقى على الداخل يعني العلف ما كتكملوش، البال ما كتكملوش. الحاجة ملي كتمشى مزيان اتش 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 اتش. النقطة الوحيدة هنايا إلا ما رديتش البال مع الجديان ولا هادي، راه يبقاو في السدرة اتش 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 اتش، يتخبعوا في السدرة. ما عنده ما يوقع لهم، ولكن إلا تخبعوا هنا في السدرة يعني يمكن لي ندخل غلم هنايا، يبقى هما عاد يدخلوا. ندخل غلم انا عاد كيجيو مني كنسد الباب، عاد كيجيو لحدا الباب كيبقاو يغوتو تمايا، خصني عاد نخرج نحل من الباب. واو كاين المسافة بعيدة شوية، إلا سمعتم هو هذاك ما سمعتمش، يبقاو حتى العشية تما حدا الباب، يعني حتى نكون خارج إن شاء الله في العشية، ولا إلا ما خرجتش في العشية حتى الغدا في الصباح، يعني كيبقاو عاد تما حدا الباب. على حساب هاد البلاصة ما فيها السكان هنايا بزاف، يعني هاد الفرمة هادي مجة مطرفة شوية. المهم الصراحه كنتمنى هالفيديو يعجبكم، كنبغي نقسمو مع بعضنا وصافي. هاد الاوقات الزويونه والاوقات الخايبه واي حاجه كنقسموها معكم. هذا تبارك الله عاد زاد، يعني عاد هاد السيمانات هادو عاد زاد. هذا هذه هي امه ما شاء الله. ودابا الخوت تبارك الله بالنسبه للغلم، يعني هذه القيته هذه شمن شهر هذا؟ هذا راه دابا يقول شهر، يعني شهر 8، دابا شهر 8 تبارك الله. هذا الغلم كله داره ان شاء الله، يعني غادي يدير ولده شهر 2، شهر واحد مع شهر 2 ان شاء الله يا ربي. وهاد النوع ديال الغلم هذا تبارك الله من نوع يعني هذا هو السردي، من نوع السردي هذا الغلم هذا. خصني نوصل من واحد البلاصه اللي كاين شويه ديال الربيع، يعني كاين هذا، كاين ديك البهمه، كاين هذا الربيع هذه كيقولوا له البهمه موجوده تما كياكلوها مزيان باش كيشبعو عاوتاني. اتش 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 اتش. راه بلادان، ها هو بلادان، ها هو باللحية ديالو تبارك الله. اتش اتش اتش.
المهم الاخوان، كاينه شغلم هنايا القدام، خصني نحاول ما امكن نسبق القدام شويه باش ما تخلط ليش الغلم، على حساب الا تخلطت مشكل، الا دخلت عا وحده مع الغلم مشكله في التخرج ديالك، جبر معها الصعوبه. يعني الا دخلت وحده مع الغلم خصك باش تخرجها، يعني خصك من تخليها تمشي للكوري، او لا خصو يكون شي واحد حريف اللي بيخرج النعجه يعني من وسط الغلم، خصك تحاول ما امكن تبقى تخرج الطرفه الطرفه شويه بشويه، الطرفه شويه بشويه، مني تقرب حدا الغلم ديالك كنوض كتجري عليها، على حساب الغلم ملي كتدخل مع النعجه واحده اخرى كتدخل مع الغلم ما كتبغيش تخرج، يعني صافي كتبقى تهرب لك مع الغلم واحده اخرى، مازال يدخلوا اربعه ويدخلوا خمسه يخرجوا، اما الا دخلت على واحده راه ما غتخرج. ملي كيدخلوا اربعه وخمسه يعني كيكونوا معروفين، كيمشوا مع بعضهم وكيبقاو هما كيرجعوا عند الغلم، هما كيبقاو يهربوا لعند الغلم كيرجعوا، اما وحده راه صعيب باش تخرجها من الغلم الصراحه، يعني وحده راه ما غتبغيش تخرج. واخا هاد العام المرعى ما كايناش بزاف، العام الصراحه العام راه الجفاف الله يجعل السلامة، هاد العام هذا اللي داز الشتا جات معطله شويه، ونضع واحد البركه هاد الربيع ضعيف هنايا في البلاصه مشات مع هاد البلايص هذا كيكونوا هنا ديك العزابه بزاف، يعني هنا كيعمروا العزابه بزاف، يعني تبارك الله كاين اللي كيجيب هنا 300 400 الغلم كيكري له كيعزب معاها، هنا كاين اللي كيكري وكاين اللي كيعزب، يعني دابا راه يلاه مشاو العزابه ماشي بزاف، هذه ما كملاش شي شهر هكاك باش مشاو العزابه، وتبارك الله ملي كيجيو العزابه لهنا مع عندهم الغلم كضرعه تبارك الله يا ربي، ماشي بحال الغلم ديالنا هنايا، الغلم هذه اللي هنايا يعني ما كضرعاش ديك الرعايه اللي كضرع الغلم ديالهم، هما الغلم ديالهم كديها متوله تبارك الله، يعني ما كتجريش وما كدوش على الربع. المهم اخوتي كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، غادي نمشي رانينا ان شاء الله، راه كتبان لكم تما كاين شويه البهمه، راه كيبان لكم الدنيا بيضه تما بالربع، هنا ما كاينش، هنا ديك الشي ضعيف، كنمشي لديك الجبل راه فين هو، كندوز مع ديك الجبل راه هاد له، ايوا كنرجع بحالي، ها كنخرج طلق رجله صافي مسكينه، اما من الناحيه دي يعني دي الماكله لما الا ما شبعتش لداخل الا ما عطيتهاش لداخل راه والو، او بالنسبه راكم عارفين اللي كاين، بالنسبه لهذا الغلم اللي كتشوفوا هنا بالنسبه للعلف راه 50000 فرنك في النهار، يعني اللي كذا كل العلف غالي شويه، راه كذا كل قنطار د العلف، وقنطار هنا راه داير 55000 فرنك الصراحه، الله يحسن العون يعني الفلاح الله يحسن له العون، يعني الانسان اللي اللي كيكسب بزاف، راه واحد السيد عنده الغلم، واحد الصديق ديالي مسكين رشيد، الصديق ديالي والجار ديالي تا هو واحد الراجل الله يعمره دار، راه تا هو عنده تما مسكين شي 200 الغنم تمايا، المهم الاخوان سمحوا لي بزاف، نكمل معكم الفيديو في المجيء ان شاء الله يا ربي، ملي يكون جاي ان شاء الله يا ربي نكمل معكم الفيديو ونشارك معكم شي مقطعين اخرين زوينين غيعجبوكم ان شاء الله يا ربي. يعني هنا كاين البركه من اللقط كما كواحد شويه كاين هذه البهمه هذه كاللقطه هي كذاك لا مزيان، يعني تبارك الله كما كشويه
رجعش رجعوا له رجعش سك سك سيو سيو رجعش سك 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 رجعش سك سك ها العروي فين هي؟ مدينة العروي إقليم الناظور. تبارك الله ما شاء الله، بحال هذا في هذا العيد هذا، يعني راك داير 6000 درهم والصرف، أصلا ما كيبيعوش هذا، خاطر عطاه 2 ملايين في هذا ما يبيعوش، يعني عنده مع الغلم هادو عنده 2 مع الغلم، هادو ما كيتباعوش، يعني هادو هما الزريعة د الغلم، هادو هما الأصل بحال نقولو حنايا د الزريبة هادو، المهم تبارك الله خويا راه كاين هاد البليسة بحال بحال هاد البهمة هادي موجودة هنايا كيلعبوها هما كيلقطوها فاهم، يعني هادي كياكلوها مزيان كيشبعو تبارك الله. دابا كنزيروهم شوية هكا مكنخليهمش مكنطلقوش عليها في مرة، يعني باش كتمشي هادي كيتولوها مزيان، كنمشي بحال هكا متولها مزيان على حساب انا اصلا ما غير عاد حتى شي واحد هنا، اما الا طلقتهم بحال هكا كيبقاو يديرو ضريبة هنا ضربوا ضربة هنا، يعني ما كيمشوش معاهم حتى اصلا متولة مزيان. هما اللي كيتحصروا كيرعوا مزيان، سك رجعش رجعش سك هذه هي الأجواء د الصباح في المنطقة الشرقية. وهذا هو الروتين اليومي اللي خصنا نسجعوه، ماشي ديك التفاهات، هذا هو الروتين اليومي بالمعقول هو هذا. كنتمنى الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، شكرا لكم تبعوا معايا. المهم الاخوان كما كتشوفوا دابا وصل الوقت خصني ندخل بحالي، دابا غندخلوا بحالنا ان شاء الله، يعني رعاو اللي كتب الله، دابا غنجمعوهم ونمشيو بحالنا. هاش سك 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 سيو 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 سك 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 سك
قرك قر حاش ريش تشو 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 حاش ارجعش سك سك. شو البابوش تبارك الله موجود راسو كيدير 4 دراهم الكيلو كيلقطوه الناس هنايا. هاش سك 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 الجو سخون شويه تبارك الله يعني ماشي بزاف ولكن شويه كما كتسمعوا بزبيزه خدامه. بزبيزه هي واحد الحشره كذا كتغوت كتسمعوها بعدا يعني كتصدع بزاف كنسميوها حنا بزبيزه. هاش 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 هر 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 رجعش ها سك ريش اتش 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 اتش. شوفوا تبارك الله الببوش كي داير ارجعش ارجعش سك 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 كش 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 هاش 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 ارجعش ارجعش هاش 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 سك سك رجعش هاش 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 سيو 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 هاش 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 رجعش سيو 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 حاشاكم كانت عندي واحد الكلبة مزيانة. المهم اخوتي كما كتشوفوا رحنا عاد جينا من الخلا رحنا عاد وصلنا يعني غندخل لهنا لداخل ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. سك 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 هاش
الله ما شاء الله. دابا تبارك الله كلشي غيستناني نحلو الباب على حساب دابا فيه الطراج بزاف. نمشيو كيتسابا على الماء نمشيو يجريو حساب الماء. ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. المهم اخوتي هنا مساكن فين كيتبردو راه دابا عليهم الصاد، يعني هاد الكوري هذا قديم ماشي من هاد الكوارة جداد، ولكن واخا هكاك مزيان يعني مبني بالحجار مبرد الصراحة ومتسع مازال داخل ما شاء الله. يعني مازال هنا تويجات بلديين مازال هنا تبارك الله، يعني وهنا هنا كنفرزو الا كاين شي خرفان، هنا على برا كنعطيهم ياكلو وكيشربو هنا.